وتغيير الفتوى من مكان إلى مكان هذا أمر جائز، ولكن الذي يحدث ليس تغيير الفتوى وإنما مخالفة الشرع، فارق بين هذا وبين ذاك. افترضنا واحد مثلا عنده حكة في جلده، الحرير حرام، ولكن هذا الرجل الذي عنده حكة أجزنا له لبس الحرير لأن هذه مصلحة، وهذه المصلحة من باب الضرورات، وليس هناك سبيل لتحصيل هذه المصلحة إلا هذا السبيل، ما فيش حل إلا كذا، ليس هناك حل إلا ذلك. لكن هؤلاء الديمقراطيون من كافة الأشكال حصروا الحل في ماذا؟ في الديمقراطية، وليس هذا هو الحل، وإنما الحل أن نعلم هذه الأمة وأن نرتفع بالسقف الأعلى لهذه الأمة، لأن ما وصلنا إليه من تخلف أخلاقي وعقائدي، يعني سبحان الله، لو أن مجموعة من الملتزمين اجتمعوا على أي عمل بيفشل ذلك العمل، لو أي مجموعة من الملتزمين اجتمعوا على أي عمل يفشل هذا العمل، سبحان الله، دي مسألة في غاية الخطورة. لماذا؟ ده نتيجة لتربية فاسدة، مش تربيته في بيته بس، التربية المجتمعية والمؤسسية والتعليمية التي توارثناها عبر الأجيال. فبالتالي التغيير يحتاج إلى وقت طويل وإلى نفس طويل. الإنسان لما يشوف الناس غير الملتزمين كيف ينجزون الأعمال، أنا حضرت شغل ناس، شفت بعيني ناس اتجاهات في غاية الفساد عندما كنت أعمل باحثا بجامعة القاهرة في الثمانينات. الناس يشتغلوا في اليوم 14 ساعة شغل، 14 ساعة شغل دون كلل ولا ملل، ويشتغل أسد يمين شمال في أي حاجة يسد فيها زي البطل، سبحان الله، عندهم خطة عمل وعندهم هدف ولابد أن يصلوا إليه في المدة الزمنية أو أقل. عاوزين نخلص مشروع في 4 سنوات، لا، نشتغل أكتر عشان المشروع يخلص في كام؟ في 2 سنين أو أقل من 2 سنين. ده إنجاز، ودي بالفعل دي الإتقان. إن الله يحب إذا عمل عملكم، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إيه الإتقان؟ ما هو الإتقان؟ الأخ يشتغل ما شاء الله يومين ثلاث، أسبوعين ثلاث، وبعد كده يبدأ القطر كاسكاس لورد. ما هو الإتقان؟ الإتقان مجموع 3 حاجات، مجموع الجودة في الأداء، إن هو يبقى فينا الجودة في الأداء، ويكون هناك مهارة في التنفيذ مع الاختصار في الزمن، يبقى في جودة ومهارة في التنفيذ في وقت أقل، ده الإتقان، هذا هو الإتقان. ولذلك لما تشوف المشاريع التي قام بها الإنجليز أو في زمن الدولة الملكية تجد المشاريع دي في غاية الروعة، في غاية الروعة. كل الكباري القوية في مصر ورثناها من زمن الإنجليز، كوبري طلخة ده، كوبري طلخة ده بقاله أكتر من قرن من الزمان، بقاله أكتر من قرن من الزمان، الحديد اللي فيه بس لو اتحط في أي كوبري يوقعه، ومع ذلك زي الأسد أهو، تمشي عليه تريلات وعربيات وما بيقولش لأ، ما شاء الله، ده صورة من صور الإتقان. نعم، كوبري الجامع بيقع، معمول ما كملش 7 سنين وبيقع دلوقتي كوبري الجامع. يعني الواحد بيمشي على الكباري الجديده دي بيقول يا رب استر وعديها بالسلام، احسن الواحد يتلاقي نفسه في وسط البحر، الله المستعان، والله. بينما الكباري القديمه دي الكوبري زي الاسد، هذا هو الاتقان. يبقى الاتقان جوده زائد مهاره زائد ايه؟ زمن اقل، زمن أقل. لو اختل أي عنصر من هذه العناصر مفيش إتقان،
يبقى قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل عملكم إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. ده الإتقان، ده الإتقان. شوف الإتقان فين في حياة المسلمين؟ في إتقان في أي شيء؟ في إتقان في أي شيء؟ المفترض حتى الزوجة في بيتها تتقن، تتقن الطبيخ وتتقن كل حاجة. بعض النساء مثلا لما يجي يطبخهم ما شاء الله ما تلاقيش وراها لا معلقة ولا كوباية، تطبخ والحاجة تتوسخ تغسلها على طول أول بأول. الناس تاكل تغسل أول بأول، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والبعض يرمي 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 ويسحب ويحط ويسحب ويحط، تدخل المطبخ تجد ايه ده؟ ايه المسألة دي؟ ده اتقان، ده الله المستعان. وهذا في كل نظير. روح المدينة الجامعية شوف الدورات المية وشوف الاحواض. الطلبة في المدينة الجامعية بيرموا قشر السفندي والبرتقان في الحوض معاه، فينا سلة زبالة، لكن هو يمشي أربع خطوات عشان يرمي قشرة البرتقان؟ لا، ما الحوض جنبه اهو، هو بياكل قدام الحوض عشان الميه بتاعه البرتقان تنزل في الحوض جزاه الله خير، وعشان يغسل ايديه. هيرجع اربع خطوات عشان يرمي القشر بتاعه في سله الزباله؟ ده لا يمكن، ده لا يمكن. ازاي؟ ولا لما يجي يغسل رجله يقوم دابب رجله على الحوض، مش يحط رجله بالراحه؟ ممكن واحد ضعيف يحط رجله مش مشكله، حتى لو هبدها رجله توجعه، لكن فيه هناك ما شاء الله كفاءات بشريه قويه، يخبط رجله في الحوض تلاقي معظم احواض المدينه مكسور. بسبب ايه؟ المتوضئين، الناس اللي بيتوضوا دول يوم هابد رجله في الحوض يقوم فلقه. والله المستعان. نعم والله عملوا سلستين. لما بكلم على يمين احنا بقى. فالمشكلة احنا عاوزين تغيير جذري، وهذا التغيير لن يكون بقرارات، ولن يكون ببرامج، ولن يكون بعهود. لابد الشخص هو اللي يتغير، لابد للشخص هو اللي يتغير، لان لو ما تغيرش لن يستطيع ان يتقن اي عمل، لا جوه بيته ولا بره بيته ولا في اي مكان. أرجو أن نكون قد استوعبنا معنى كلمة الإتقان.